تكونوا كامل بخير وعلى خير. فما سوا الحمد لله. فيديو اليوم متحمسه ليه بزاف 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 على بالي طلبتوه مني وكنت تستناو فيه. دونك ديزولي على الروطال. اليوم جيتكم بفيديو كيفيه رسم قماش الدونتيل اللي بعثتوا لي ولا سقسيتوني في الانستغرام عليه بزاف. دونك نخلي لكم رابط الانستغرام تاعي تحت في صندوق الوصف. سقسوني واش حبيتوا, واذا ماشي مابونين ابونيو فيه, واذا ماشي مشتركين في القناه واش راكم تستناو, اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تلقاوه تحت هذا لا فيديو, وبيان سور ديروا جيم, وما تنساوش كليكيوا على هذاك الجرس اللي قدام الزر الاحمر هكذا باش يلحقكم كل فيديو نحطو يلحقكم نتوما تمتم. دونك فوالا هدرت بزاف ديزولي. دونك نبداو لا فيديو, ليتس جو. اول خطوه هي انه انايا القماش تاع الدونتيل تاعي راح يكون شفاف, معناتها لابو تاع المانكان تاعي ولا العارضه تاعي حتبان. دونك انايا وجدت كامل باش ما تكونش لا فيديو طويله. لونت لابو تاع المانكان تاعي, رسمت المانكان تاعي, وي اوسي فلابو كي كنت لون فلابو تاع المانكان تاعي فوت على عليها على ميم لا غوب تاعها ولا على لا توني تاعها ولا على اللباس تاعها بلا ميم كولور, برك خليتها كلير. دونك دخلت لها شويه تاع الماسك, لها شويه تاع الماء, ولونت هذا لا غوب ولا هذا لا توني. دوكا موراها مور ما نشفات لي كامل, واش نسحقو باش نرسمو دونتيل؟ نسحقو ستابيلو نوار, نسحقو ستابيلو نوار يكون رقيق. دونك انا كنت حابه نستعمل هذا بيكا, خلاص لي مالوغوزمون وما لقيتش, دونك شريت من هذا. اي اوسي نسحقو ثاني كريون يكون مبري مليح وميمحا واذا غلطنا ولا كشعفسه. نحتاجو كذلك قلم اسود هكذا باش نرسمو به الظل ايتو. اول حاجه نديروها هي نرسمو القماش تاعنا ولا النقشه اللي تكون على الدونتيل تاعنا. انا النقشه تاعي راح تكون سامبل 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 بزاف. توجو عاودوا رسموا النقشه تاعكم بالكريون هكا باش اذا غلطتوا ولا تقدروا تفاصيوهم. من بعد عاودوا فوقهم ستيلو. دونك الا ما عندكمش ستابيلو ولا قلم اسود تقدروا تستعملوا سياله سوداء. ان شاء الله يكونوا بزاف فيديوهات نرسم فيهم فواساتين سهره ايتو بدونتيل. دونك اشاك فوا ندير لكم نقشه جديده. حبيت في هذا الفيديو ندير لكم نقشه سهله هكا باش تجيكم ميم نتوما سهله. فوالا, والسر باش يجيكم شباب الدونتيل تاعكم ما تنساوش تلونوا لاباز ولا تلونوهم قبل ما ترسموش فوق الورقه بيضاء, وانما رسموا فوق لابو هذيك تاع لابو بيتاكم هكا باش تبان بلي شفاف, باش يبان بلي شفاف. دوكا انا نكمل هكذا لاتوني تاعي كامل النقشه ننقشها ابري نولي لكم. دونك سي بون كملت نقشت كامل لا توني تاعي. دوكا وقت نعمروها. دونك حنايا واش راح نحتاجو؟ راح نحتاجو ستابيلو نواخ ولا قلم اسود ونعمرو كامل هذوك. دونك انا واش كنت ندير, كنت ندير هكذا. دوكا راح نعمرهم كامل, نعاود نحددهم بالقلم الاسود. اول حاجه هي نحددوها قبل بالقلم الاسود ومن بعد نعمروهم.
ماركه استعملتها في الاقلام في القلم الاسود هي ماركه بيكا اللي تكون 0.5 ملم بزاف بزاف هايله. دونك اذا حبيتوا تشرو قلم اسود و تحوسوا على ماركه تكون مليحه استعملوا ماركه بيكا بزاف بزاف هايله. هذوك الدويرات ولا هذوك النقشات اللي رسمتهم وحددتهم بالقلم الاسود. دونك اسهل طريقه في رسم الدونتيل هي هذه ويجي شكل بزاف بزاف شباب. كي نكونوا نرسموا في الدونتيل نسيو نخلو هذه الفراغات اللي هي تمثلنا الدونتيل. دونك نمشو برك يدنا ونسيو نخلو شويه فراغات. نستعملوا القلم الاسود اللي نظللوا به. راح نمشي دي بلا عقل هكا دونتيل او ميم طون قماش جو ما يبانش اسكو دونتيل ولا قماش. تقدروا تصغروا اكثر هذا النقشات اللي درتهم لكم انايا دونك يزيد يبان اكثر دونتيل. انا حبيت نديرو هكذا دونك كل واحد كيما حبيت يديرو. تقريبا الحين كلو دونك راح نبين القصه حنبين القصه تاع الجو بتاعي. هنا كنت نسيت ما قلت لكمش راح نحتاجو شويه تاع البيض. دونك لا بينتور بيضاء وقلم يكون خلاص لنا. لا ندير نقاط خفيفه باش نمد لي لمعه على الفستان تاعي تكون نقاط خفيفه.
النقاط تكون عشوائيه سي با اوبليجي تكون في بلاصه معينه اسونسييل تكون في هذوك هذوك المجسمات اللي رسمناهم. دونك انا راح نكمل كامل ونولي لكم. فوالا راني كملت، جيسبر تكون عجبتكم لا توني. حبيت برك ندير لكم اونتر بارونتيز، درت لكم هاد الزخرفه ولا هاد الدونتيل، يكون بسيط جدا هكا باسكو كاينين زخرفات اللي يكونوا فريمون شابين. كتبوا لي تحت في لي كومونتير، قولوا لي اسكو حابين تشوفوا فيديو اللي يكون بدونتيل يكون بزاف شباب. دونك هذا يكون سهل وبسيط ويكون فيه دونك ماتيريال قليل. دونك استعملنا برك الستابيلو نوار، واستعملنا لون ابيض، واستعملنا كذلك قلم يكون اسود. دونك فوالا هذا واش احتاجنا في هاد لا توني. فريمون جات شابه و ما تبانش سهله كيما خدمتها سهله. دونك فوالا هدرت بزاف، جيسبر تكون عجبتكم. كتبوا لي تحت في لي كومونتير اسكو عجبكم هذا النوع من الفيديوهات، حابين تشوفوا قماشات واحد اخرين كيفاش نديسينيهم ولا دونتيل بزخرفات اخرى. قولوا لي تحت في لي كومونتير. فريمون نفرح بزاف وتعني لي بزاف لي رياكسيون تاعكم ولي ميساج اللي تبعثوهم لي توجور في الانستغرام. نحبكم بزاف، تهلاو في روحتكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم. نقولكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.